ما حكم من يعمل في البنك كمدخل بيانات؟ لا يجوز التعاون مع البنوك الربوية، البنوك الربوية لا يجوز لك أن تتعاون معها بأي وظيفة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن الكاتب والشهود لأنهم تعاونوا مع المرابي، كذلك العمل في البنوك المرابية تعاون مع هذا. عليك أن تطلب الرزق في غير البنوك. نعم.